فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم لابن تيميه السلام عليكم احيانا نسمع الشيخ الخلط في قول عاداتنا وتقاليدنا وديننا نحن لنا دين نعم انا نمشي على عادات وتقاليد وهذه هذه كلمه فظيعه اذا كانوا يريدون بالعادات والتقاليد احكام الشرع فهذا معناه انه ما في شرع وانما هذه عادات وتقاليد يفعلها الناس هذا جحود للشرع، فنحن لا نمشي على عادات وتقاليد، وإنما نمشي على حكم شرعي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم